جرايد اليوم مش نبدأوها بجريدة لابريس وعنوانات قيس السعيد يعيد إلى البرلمان مشروع القانون الخاص بالمحكمة الدستورية ويقول تجنبوا أي تأويل غير علمي وغير بريء. بريء. أي بريء. بريء. وبخصوص كوفيد 19 قالت أن نسبة التحاليل الإيجابية تصل إلى 60%. مع الإشارة الوضع ولا خطير جدا. معناها كل علاماتك الحمراء شعلت، فما حديث من طرف بعض المختصين شي يقولوا السلالة المتحولة هذه جديدة نسبة خطورتها خطورة معناها واللي تؤدي عافانا وعافاكم الله وربي يحفظكم وربي يطول في أعماركم إلى الوفاة توصل إلى أكثر من 67%، تتراوح بين 67% و70% نسبة العدوى متاعها وانتشارها في وقت وجيز في حدود بسرعة شديدة في حدود 70%. أنا نقول لك أنه الأيامات القادمة صعيبة برشا، رجاء نرجع للبروتوكول الصحي وما بقالنا أيضا إلى جانب تطبيقنا للبروتوكولات الصحية اللي سيبناها في كل الأماكن سيبناها اللي سيالي بارتو في كل مكان. رجاء زاد نقبلوا على التلقيح، ما بقالنا كان التلقيح واحترامنا للبروتوكولات الصحية. كما عنونت لابريس ارتفاع الأسعار في الأسواق المركزية والأسبوعية وسط لامبالاة كلية. أي ارتفاع، مش ارتفاع فقط، طيران. أي هكا قالت طيران الأسعار في التحلق في الجو العالي يا كريم في الفضاء. يا كريم كريم المد بسمحني تحلق في الجو العالي وانتي طيح لي شوية في الموسيقى باش النجم نكون أنا نحلق في الجو العالي ونوصل صوتي كما يجب لكل المسؤولين في وزارة التجارة والفلاحة وفي رئاسة الحكومة والسيد رئيس الحكومة. يعيشك سيد رئيس، يعيشك سيد رئيس الحكومة، الله يطول في عمرك. أهبط انتي والمستشارين متاعك، امشي الباب الفلة أو كبحديك خطوتي من قصر الحكومة باب الفلة وشوفوا الأسعار، بالكش في بالكش بلكش اللي قاعدين يقضي والقضية للحضرتك ما قالوا لكش على الأسعار. امشي شوف بعينيك شنو اللي صاير في المواطن التونسي، الوضعية راي اختيرة ولات، راه بخمسين دينار باش تعب تقضي قضية عادية اللي كنا نقضيها بعشر ألاف، خمسين دينار ما تززيكش. خلي الحليب في بالك زادوا مرة أخرى. ايه في بالي، في بالي زادة الثانية في ستة شهور، بيناتهم ستة شهور زادوا مئة فرنك على المواطن. راه بالطبيعة ما يتحملها صندوق التعويض. وإحنا فاش قاعدين نعملوا شخلصوح؟ أي دار نواصل. وأشارت لابريس إلى عودة المدرسة القديمة لمدينة تونس بير الأحجار لفتح أبوابها في حلة جديدة. تونس إبدو كتب عماد بن حميدة مجموعة من المنظمات اشتغلت على دراسة ميدانية لمدة سنتين وخرجت باستنتاج يفيد بأن أسرة متكونة من 4 أشخاص لابد لها من مدخول شهري في حدود 2400 دينار حتى تعيش بكرامة. والعنوان عجبني، بيجي دو لا دينيتي، ميزانية الكرامة اللي باش نجم يعيش بها المواطن التونسي في أسرة مش كبيرة، بو أم وزوز وليدات، 2400 دينار. معناها الزوز يخدموا، إذا كان ناخذوا معدل الشهري في تونس ما يوصلوا لهمش، الراجل والمرأة يخدموا ما يوصلوا لهمش، إيش نعملوا؟ وسؤالي لسيد رئيس الحكومة مجددا، مش لازم سيد رئيس مجلس نواب الشعب، مش لازم، ونواب الشعب مش لازم، خليهم لهين في حكايات أخرى. لسيد رئيس الحكومة السلطة التنفيذية، سيد رئيس الحكومة رانا ماناش خالتي نخرجوا وليدنا من القراية يمشوا يخدموا، شوني نعملوا؟ أعطينا حلول. إذا كان ما تنجموش خليوا المكان لغيركم، خليوا الناس تنجم. صعبت 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 برشا والله. كما قالت تونس يبدو أن الرفع الفوري للدعم سيثير الفوضى العارمة. ما هو لهنا في بالك شنتي بحويش لا فهمي اش قالت لنا كيف جينا نتناقشوا معه. سمعتكم برشا مرات وقلتوا باش نقصوا من كتلة الأجور، الكتلة متاع الأجور، يعني الأجور هي طايحة احنا باش نزيدوا نقصوا منها، وقلتوا باش تصلحوا منظومة الدعم، رانا ما نتناقشوا ما نواصلوا وما نعطيوكم الفلوس إلا فوريا ترفع الدعم. وإذا كان ترفع الدعم شو مش يصير؟ باش يصير فوضى. فوضى فقط؟
ممكن توصل. فما حديث كان يقولوه بعض السياسيين، يقولوا انتبهوا في السنوات الأخيرة من ثورة الجوع راي آتية إذا كان قاعدين باش تلعبوا بالنار، وهذا النار اللي تشعلوا بها البلاد هو هكا بالدعم وما هو شي خال. والأسعار نار والأسعار نار وزيدوا انتم تلعبوا بالنار، هي الأسعار نار وانتم تلعبوا بالنار بتنحية الدعم. رجاء شوفوا حلول يعيشكم، راكم انتم المسؤولين علينا، راو انتم اللي السلطة التنفيذية، شوفوا الحلول. وفي افتتاحية تونس يبدو اليوم كتب الأستاذ لطفي لارجت قيس سعيد يعيد مجلس نواب الشعب إلى مراجعة دروسه. شنو رجعهم المقاعد الدراسة؟ رجعهم يقرأ. قلت لك وقت اللي كتبوه ما كانش في الحساب الحكاية، حسبوا الدنيا الكل معناها إلا هذه محسوبة. وقت اللي كتبوا في الدستور ما حسبوش أنه الشعب التونسي بثلاثة مليون تقريبا صوت باش ينتخب لهم قيس سعيد. نمشيو لجريدة الشروق ونختموا بعناوينها. من تونس إلى نيس، مقابلات بطولتنا تباع في محلات القمار. بطولة الوطنية لكرة القدم. لكرة القدم. طب. بعد رده على قانون المحكمة الدستورية، معركة جديدة بين سعيد والبرلمان. أنا مش متوازنة. الرجل طبق عليهم الفصل 148، وحتى لو كان مش يمشيوا الفصل اللي قبله هذاك 100 ويزم يمد الدستور، مد لي الدستور من تو نقرا لك النص الاخر، باش يلقاو بلوكاج بلوكاج ورا بلوكاج. اذا كان يحبوا يمسوا حاجه ما يلزمها تتمس الحاجه، يقول الفصل اللي قبل الفصل 148 شي يقول تمس حاجه الا بعد ما توافق عليها المحكمه الدستوريه اللي هي ماهيش موجوده، حتى لو كان مش يمشيوا للفصل الاخر. معناها سكر عليهم الباب الامامي الباب الخلفي، مش ما يقول جونا من قدام ننتظروا فيهم من قدام جو من تالي، سكروا الزوز البيبان وبالقانون وبالقانون وحتى الاجناب معناها سكرهم، والسقف ردوا بيتون ارمي، معناها يمشوا شي ثقب من السقف لما جاء للتاويل بالدستور بالدستور كاو. الطبوبي والمشيشي وسعيد، حسابات الربح والخساره في الحوار الوطني. هذا عنوان ثاني. شنو العنوان؟ الطبوبي والمشيشي وسعيد، حسابات الربح والخساره في الحوار الوطني. ايه ننتظروا رساله اخرى الاسبوع هذا يا فاتشي لنور الدين الطبوبي في خصوص الحوار الوطني. الكورونا اكدت ذلك، تعصير الفلاحه لتحقيق الاكتفاء. الاكتفاء الذاتي اللي هو الامن الغذائي وامن القومي، واذا كان ما نخدموش على الفلاح راهو شيء ما باش يصير فينا. شوفوا البلدان الاخرى، والكورونا والكورونا وراتنا هذا، لقينا الفلاح لقينا الفلاح طبعا، باش تزيدوا تجوعوا الشعب زاد باش تضربوها الفلاح، المنظومات الكل ضاربين وراك. بسبب الانتشار الواسع للسلالة البريطانية أمامنا أربع أسابيع صعبة جدا. هذيك عرفنا هذيك هي عرفتها بالكدا جدا. أربع أسابيع من أصعب ما يكون، إن شاء الله ربي معانا وانتم يا توانسة فيقوا على روحكم. هذه جريدة شروق اللي خدمنا بها، هذه العيون متاعها. شكرا لك أمل. باش نمشيو إشهار مع الاسبونسور متاع برنامج يوم سعيد، الوامضة الخاصة بلدو سبونسور متاع يوم سعيد، ونرجعوا مع محرز الغنوشي في قراءة لتطور الحالة الجوية بالنسبة لهذا اليوم، وأيضا ما يميز بداية هذا الأسبوع.